بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام في اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، واللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة. ده اسم الصفحة، بنستقبل عليها الأسئلة، بنجاوب عن هذه الأسئلة يعني تباعا كل يوم أربع. وكمان النهاردة بنعرض لحضراتكم بالترتيب فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، واللي بنذكر إنها كانت بتذاع في رمضان يوميا، وإحنا بنعيدها على مدار العام كل يوم أربع في اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. بنذكر برضو إن إحنا بنلتقي عموما بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. من السبت إلى الأربعاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم وعرض فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. فإلى أول سؤال النهاردة معانا، أخت فاضلة بتقول أنا عندي 58 سنة ورحت عمرة مرتين ونفسي أروح مرة تالتة، وعندي ابني الصغير 27 سنة بيجهز شقته، وابني الكبير عليه ديون ومستقل بحياته وعنده 3 أطفال. فناس قالت لي ساعدي اللي بيجهز الشقة، فهل حقه علي أساعده بفلوس العمرة وأسد دين ابني الكبير، ولا أروح العمرة وهم مسؤولين عن نفسهم؟ وللعلم أبوهم موجود معانا وحالته المادية كويسة، أرجو الرد، جزاكم الله خير الجزاء، اللهم أمين أجمعين. قبل ما نجاوب على سؤال حضرتك، لابد أن احنا أولا بنوضح حكم أداء العمرة. إيه حكم أداء العمرة؟ فبنقول إن العمرة مختلف في حكمها ما بين الوجوب والسنية بالشروط المقررة من الاستطاعة المالية والبدنية. يعني في خلاف بين الفقهاء، العمرة دي تجب ولا هي سنة؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوبها مرة واحدة في العمر للقادر عليه. والمختار للفتوى إنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. وينبغي على أو ينبغي القيام بأدائها يعني وقت ما توفرت أو متى توفرت الاستطاعة، سواء البدنية والاستطاعة البدنية والمالية لصاحبها. ومتى قام الإنسان بأدائها مرة في العمر فتبقى إيه برئت ذمته من أدائها. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها إنه ما عليه الفتوى هو اللي هو الاختيار الفقهي في بلدنا، هو إن إعطاء المحتاجين وخاصة من أهل القرابة الفلوس أفضل من عمرة التطوع. لأن حضرتك بتقولي عملتي بدل العمرة عمرة واتنين، فالمختار للفتوى في بلادنا تقديم الإحسان إلى الغير. اللي محتاج معونة نساعده، اللي عليه دين نقف جنبه، اللي مش قادر يكمل أمر جوازه نجوزه. وقواعد الشريعة وحكمة المولى سبحانه وتعالى واضحة في إنه بيوجه العباد دايما إلى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح. وده بيقتضي بأنه إن إحنا بنقدم السائل المحتاج، بنقدم مصلحته، وبنقدم برضو الناس اللي هم أصحاب الحاجات من الأهل والإخوان، من أهل الاحتياج اللي هم في مسيس الحاجة إلى من أو إلى ما يستعينون به على قضاء حوائجهم. فإحنا دول اللي بنقدمهم، اللي هم بنديهم من المال ومن الأمور اللي تعينهم أو يستعينوا بيها على قضاء أمورهم وحوائجهم الضرورية. نصوص الشرع الشريف كمان بتؤكد على هذا المعنى وتشير إليه في كثير من النصوص. فمثلا ما رواه سيدنا
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، إيه أفضل الأعمال، إيه أحب الأعمال إلى الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدخل على مؤمن سرورا، إما أن يعني أطعمه من جوع، كان جعان وانت أطعمته، وإما قضى عنه دينا، وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الآخرة، لأن كرب الآخرة كثيرة. ومن أنظر معسرا أو تجاوز عنه أضله الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن مشي مع أخيه في ناحية القرية يعني لتس أو أنه يثبت حاجته أو أنه يقوم بقضاء الحاجة بتاعته، ثبت الله عز وجل ليثبت حاجته، ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام، يعني في ناحية القرية يعني أنت بتقوم وتتحرك معه عشان تقضي له المصلحة بتاعته، أيا بقى مكان بتروح معاه مشوار بتبذل الجهد عشان تقضي الحاجة بتاعته، فأنت لغاية ما تتأكد من أنه خد الحاجة بتاعته وأنه قضت له مصلحته يثبت قدم ذلك يوم القيامة في يوم يعني تزول وتزل فيه الأقدام. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجد هذا شهرين. وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم، وده أخرجه حديث ابن عباس اللي رواه سيدنا ابن عباس، أخرجه الحاكم في المستدرك. طيب، لابد أن المؤمن يبقى عارف أنه من المقرر برضو فقها أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة غالبا. يعني إيه؟ يعني العبادة اللي بينتفع بيها ناس كتير مقدمة عن العبادة اللي بتنتفع أنت بيها بس. وده ما فهمه جماعة من السلف الصالح لما نصوا على أن الصدقة أفضل من التطوع بالحج، وزيه برضو العمرة. ليه؟ لأن الصدقة عبادة متعدية، أنت بتتصدق على أهل بيت محتاجين، فبيأكل هو وولاده ومراته وبينتفع وبيتقوى على العمل وبيتقوى على الحركة، وأنك بتتكفل يتامى، فأنت المعروف اللي بتعمله ده بيتعدد المنتفعين بيه، بيتعدى منك لغيرك، وبتتعدد خيراته كذلك، هو بيتعدى منك إلى الغير، وهم كمان له خيرات كثيرة ونفع عميم. لكن الحج والعمرة تطوعا عبادتان قاصرتان على صاحبهما. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بيقول عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام قال: لأن أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم أو كل يوم صاعين شهرا أحب إلي من حجة في إثر حجة. وبناء على ما سبق فإحنا بننصح حضرتك بالقيام بمساعدة ابنيك بهذا المال في اللي عايز يتجوز عشان يعان على ذلك، وكذلك في مساعدة الآخر في سداد الدين الذي عليه. وربنا يبارك فيك ولكم الأجر والثواب الجزيل على ذلك إن شاء الله تعالى. معنا السؤال الثاني خاص بهل شراء سلع بفيزا مشتريات بنكية ثم التقسيط عن طريق البنك بعد الشراء بعمولة التقسيط يعتبر حرام؟ أول حاجة إن اللي عليه أو إن ما عليه الفتوى إن استخدام بطاقة الائتمان عشان نشتري السلع ده جائز، بشرط إن إحنا يتم تسديد المبلغ اللي المفروض نسدده ده خلال فترة السماح اللي بيسمح بيها البنك اللي هي 55 يوم تقريبا، وبتكون عادة من دون فوائد، ده النظام اللي معروف ومعلوم. طيب، أما بقى تأخير السداد عن المدة دي بحيث أنه يترتب على هذا التأخير فوائد، فهنا الإنسان هيدخل نفسه في دائرة الممنوع. بخصوص بقى السؤال اللي حضرتك بتسأليه وهو تقسيط السلعة عن طريق البنك بعد شرائها من المتجر أو من المحل أو المكان المعرض اللي انتوا بتجيبوا منه، أي مكان المكان اللي بنشتري منه هذه السلعة المقسطة، ده أمر جائز أيضا، بشرط احنا بس الشرط وده قائم يعني، بس احنا من باب التأكيد، بشرط معرفة
كامل المبلغ المستحق أو كامل المبلغ المطلوب سداده من أول يوم، ومدة السداد أيضا قد إيه؟ يعني أنا أبقى عارف المبلغ كله كام، والفترة اللي هسدد فيها المبلغ قد إيه. وهي صورة الهدف منها تيسير عملية الشراء على الراغبين، فبيكون هناك تعاون بين بعض المتاجر أو بعض المحلات وبعض البنوك عشان إعانة الناس على ذلك. وهذه الصورة بتعد من البيع بالتقسيط وهو جائز، وقلنا الكلام ده قبل كده وأكدنا عليه. يعني مدام إن السلعة متوسطة في المعاملة يعني فإنها جائزة شرعا، لأنه القاعدة المقررة إنه متى توسطت السلعة فلا ربا. زيادة الثمن هنا في بيع التقسيط هو في مقابل الزيادة في الأجل، إن أنا مش هدفع كله دلوقتي، إنما أنا دلوقتي هدفعه على سنة، هدفعه على 6 شهور. فأنا هنا الزيادة في ثمن السلعة ليست مال مقابل مال، إنما مال مقابل الأجل اللي هي المدة اللي أنا هقسط عليها المبلغ يا صاحبة السؤال. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نستكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من ثنى منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. اهلا وسهلا بحضراتكم، ما زلنا في شريف الرد على الاسئله الخاصه بحضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره. السؤال بيقول: اولاد خالي ليهم نصيب من الميراث، احنا مش عارفين نوصل لهم ولا عارفين طريقهم، وتبين اثناء بحثنا وتقصينا عنهم ان واحد منهم بيشرب وتقريبا مدمن، والتاني اسلوبه رهيب وكانه كده بلطجي، وبرده مش عارفين نوصل لهم ولا عارفين ليهم طريق. فانا كنت عايزه اسال الدكتورة: هل من الممكن وهل يجوز إخراج نصيبهم هذا صدقة على روح خالي لأي جهة موثوق فيها، وللناس دي مثلا يعني يطلعوا الفلوس دي على روح خالهم لناس محتاجة، ولا لازم نوصل لأولاد خالنا اللي أحوالهم غريبة دول مع العلم أننا مش عارفين نوصل لهم أساسا؟ مسألة الميراث دي خطيرة، والمقرر أن مال الميراث على طول بيدخل في ذمة الوارث فورا وقهرا بمجرد استحقاقه لهذا المال بموت صاحب المال. بمجرد صاحب المال ما يموت، كل اللي ليه حق في تركة المتوفى أول ما يموت قهرا المال ده بقى بتاعه. وعلى ذلك فهذا المال دخل في ذمة أولاد الخال، والمال ده ملكهم دلوقتي، أنتم يدكم على هذا المال يد أمانة حتى يتم تسليم المال ده ليهم. النقطة الثانية المهمة إنه لا يجوز بحال من الأحوال إن إحنا نتصرف في هذا المال لأي جهة كانت. ما نقعدش نقول بقى نتبرع بيه وأصل أحوالهم غريبة، يعني ده مش حقنا. ما دام أصحابه موجودين وأنتوا بتقولوا مش عارفين توصلوا، منين مش عارفين توصلوا لأصحاب المال، ومنين إنكم عرفتم عنهم بعض المعلومات؟ وده دليل إنكم عرفتم عنهم بعض المعلومات.
ان انتوا تقدروا توصلوا له. المساله الثالثه كمان كون، ودي نبقى ناخدها للفهم يعني، كون المستحقين لمال الميراث او لغير مال لهم حق فيه عندهم بعض المشاكل، او انهم ربما يستعملوا او يضعون هذا المال في غير موضوع، انه يستعملوا استعمالات غلط، واحد بيشرب واحد بلطجي، مش قصتنا، ده مش ليس لكم فيه شأن اصلا، وما عليكم سوى النصيحة. كل انسان احق بماله، انت مش هتتحاسب عنه، هو هيتحاسب فيما انفقه، من اين اكتسبه وفيما انفق، كما هو وارد في الحديث انه لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى من ضمن ما سيسأل عنه من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه، مش حضرتكم. فبالتالي إحنا ما نعملش، ما نمارس دور الوصايا على الآخرين. المسألة الرابعة اللي معايا في هذه المسألة إن أنتوا لازم تبحثوا عنهم بحث جدي، يعني يبقى في بحث بجد واجتهاد لإيصال هذا المال لأصحابي ولمستحقين من غير وصايا من حضراتكم عليهم. كمان لو احنا ما عرفناش نلاقي قرايبنا دول او اولاد خالنا او اذا اعيانا البحث، فممكن تسالوا احد من المحامين الامناء الماهرين، ان ممكن ربما يكون في المجلس الحسبي مثلا باب او في حساب بتوضع فيه هذا المال او يوضع فيه هذا المال باسم اصحابه. انما احنا بقى هناخد ونتبرع ونعمل، لا، ليس لنا الحق في ذلك، فهذا المال مالهم وليس مالكم أنتم يا من في يدكم هذا المال على سبيل الأمانة. هننسيب حضراتكم مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى في بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، وما زلنا في رحلتنا في تصحيح آيات الذكر الحكيم وفق الرواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. النهاردة إن شاء الله نصحح مع حضراتكم سورة المرسلات. يلا بينا، مستعدين؟ يلا بينا. احنا النهاردة ان شاء الله هنصحح للآية 15، واحنا التقسيمات دي بتبقى وفق التقسيم الموضوعي للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لسه عايزين نصحصح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. عذرا
نذرا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. خدتوا بالكوا؟ هنا ما دي الاسم الموصول. إن الذي توعدون لواقع، من أول والمرسلات عرفة إلى قوله تعالى إنما توعدون إلى الستة، ده القرآن الكريم هنا قسم، يعني من أول والمرسلات دي واو القسم. الله تعالى يقسم ورياح العرش، ويقسم بالملائكة الكرام وما يلقيه ويعطيه الملائكة الكرام من الوحي لمين؟ لأنبياء الله تعالى ورسله. الله يقسم بكل ذلك، وابتدت بواو القسم والمرسلات عرفا، وماشي وراها صفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، لإنذار الناس، عشان ما يكونش للناس حجة يوم القيامة يقولوا ما جالناش إيه، لم تأتينا رسالة الرسول، منين نعرف إن في جنة وفي نار وفي حساب، في بعث وفي نشور وفي حساب وعقاب. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بكل ما أقسم به ويقول عذرا أو نذرا، وبعدين بيقسم على إيه؟ إنما توعدون لواقع. يبقى كل اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر بيه عن طريق الرسل والرسالات، بإن إحنا الناس بعد ما تموت يتم بعث الناس من القبور، النشور، عشان هيكون في يوم الحشر وهيكون في يوم موقف الحساب. يبقى ده إنما توعدون لواقع، إن الذي توعدون لواقع، لأن في كتير بيكذبوا بأحداث هذا اليوم العظيم. وإيه بقى شكل اليوم ده؟ هنشوفه في الآيات بقيتها. الله تعالى يقول فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. أيوه، جميلة الهمس. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. كل دي صور والأحداث اللي هتحصل في هذا اليوم الرهيب. الله تعالى ينبهنا، فإذا النجوم، الكون اللي انتوا شايفينه ده ومستمتعين بيه وربنا خلقه وسخره للإنسان يعيش فيه وإنه يجد قوته فيه، كل شيء ميسر للإنسانية إنها تستمتع بهذه النعم بتسخير الله الإيه؟ القهار. لكن يوم القيامة المشهد ده كله هيتغير، النجوم دي تنطفي نورها. فإذا النجوم طمست، انطمس نورها، والسماء دي تبقى كلها عبارة عن أبواب، أولا تتشقق وتفتح إلى أبواب، وبعد كده إذا الجبال العظيمة الضخمة دي نسفت بعد ما حطير كالعهن المنفوش زي الصوف المتطاير في الجو، الجبال الضخمة دي أيوة، لأنه حينتهي هذا العالم لندخل إلى عالم آخر جديد. فدي صور التغيير. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت، ده اليوم اللي ربنا هيجمع فيه الرسل عشان يشهدوا على أقوامهم، هل آمنوا بهم أم كذبوا بهم، من أتبعهم من مش أتبعهم، من أصحاب الأعمال الصالحة ومن أصحاب منهم الأعمال السيئة من البشر اللي أرسل إليهم الرسل في أزمنة معينة وأمكنة معينة. الله تعالى يقول وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. ليوم الفصل.
وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. أولا أنا عايزة نشبع عندنا هنا الإدغام ويل يوم. أنا عندي ضمتين هم عندكم علام، ضمتين دول يعني اسمهم إيه؟ تنوين. وإحنا عارفين من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جاء وراهم حرف من حروف الإدغام اللي مجموعة في كلمة يرملون، أنا عندي ينمو خمس حروف اللي إدغام بغنة، واللام والراء إدغام بدون غنة. هنا إدغام عندي إدغام ويل ويل، أشبع وأصور الويل. الويل يعني العذاب الشديد لمن كذب بآيات الله تعالى بعد أن ساقها على يد رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. اللهم سلمنا في ذلك اليوم، اللهم سلمنا في ذلك اليوم، اللهم أمين أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله اللهم حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، ما زلنا في شريف الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. معنا سؤال، لو في يوم فاتني صلاة الضحى ممكن أصليها تاني، وإيه الوقت المتاح لصلاتها؟ صلاة الضحى سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء، بيبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة، وحتى قبيل وقت الظهر بحوالي تلت ساعة أيضا. صلاة الضحى كما هو وارد هي زكاة عن بدن يعني زكاة على بدن الإنسان، أنت يعني في نعم الله غارق، فهذه زكاة عن هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك. ونستشهد في ذلك أو في هذا السياق بما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل وفقرة في جسد الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه أقل يعني أقل عدد ركعات أقدر أصليها، وإيه أكتر؟ أقل صلاة الضحى ركعتان، أقل حاجة ممكن تصليها.
وأكترها 12 ركعة. وطبعا لا تكره الزيادة، لو أنت حبيت تزود أكتر من كده لا تكره الزيادة عن ذلك. ومن فاتته صلاة الضحى يجوز له أنه يقضيها، والمختار للفتوى جواز قضاء النوافل الرواتب، وده لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكره. أنت نسيت صلاة وارد، أو نمت عن الصلاة، كفارة الذي نسيت القيام بأدائه أو الذي فاتك القيام بأدائه بسبب النوم إنك على طول تصليها أول ما تقوم من النوم، أو أول ما تتذكر أنك يعني سهيت عن صلاة معينة. وذكر بعض العلماء أنه هذا عام، أو أنه هذا الحديث يعني وهما بيشرحوا هذا الحديث قالوا ده عام، هذا الحكم عام في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، أنه الإنسان يقضي الصلاة التي عليه فريضة كانت أو نافلة، إن الحديث مطلق يعني ما فيش ما يقيد هذا الحديث أو يضيق مفهومه، إنما هو ذكر بعض أهل العلم وقالوا لا ده يشمل الفريضة أو النافلة كذلك. بس نصيحة بسيطة خروجا من الخلاف الفقهي، ينبغي إن احنا نراعي بس إن يكون القضاء في غير أوقات الكراهة، عشان كده بننصح بأن يكون القضاء بعد فريضة الظهر مثلا، أو ما لو تيسر، أو ما تيسر لكم في صلاة الليل، يعني نختار الوقت ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والفتح، وأنه يجعلنا كده يزدنا إحسانا وتوفيقا. اللهم أمين يا رب العالمين، واللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أمين أجمعين. السؤال الأخير اللي معانا النهاردة، دكتورة نادية كان لي سؤال: جزاكم الله عنا كل خير، أنا أعمل في إحدى الشركات الخاصة مراقب جودة، ومهمتي في الشغل إني أطلع العيوب من المنتج، بس ده بيجي على عامل الإنتاج بخصم من الحوافز تبعه لو بلغت المشرف بتاعي بالعيب اللي في المنتج. ناس كتير قالوا لي أقول للعامل الإنتاج بيني وبينه يعني يخلي باله من المشكلة اللي في المنتج ده علشان ما يتأذيش، بس كده أكون بديله أنا حق مش حقه، أنا محتار ومش عارف أعمل إيه، بالله عليكي تجاوبيني. الحالة اللي حضرتك بتسأل عنها دي أخي الفاضل يعني بتؤكد على أنه من المهم ده يعني من الجهة الإنسانية أنه مهم جدا أن إحنا الموازنة ما بين الأمانة المهنية وما بين مراعاة حقوق الآخرين من الزملاء. وظيفة حضرتك كمراقب جودة بتفرض على حضرتك الإبلاغ عن العيوب الحقيقية المؤثرة اللي موجودة في المنتجات عشان نضمن جودة المنتج النهائي، وده واجب حضرتك الوظيفي والأخلاقي، وهو من الأمانة المطلوبة واللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننتبه إلى القيام بها كما في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكما هو وارد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى أنا في أمانتي هذا العمل، فأدي الأمانة يعني قم بأداء الأمانة لمن أقامك عليها، يبقى أنا لابد من علي من القيام بها. ومع ذلك من الطبيعي جدا أن حضرتك هتشعر بنوع من الحرج إذا كان ده يؤدي إلى معاقبة واحد، لو أنت تبلغ أن المنتج مفهوش يعني محتاج أنه ينضبط أو أنه يراعي فيه سلامة الجودة، أنه ده هيؤدي إلى أن معاقبة زملائك في العمل. طيب أنا أعمل إيه؟ هبتدي الأول بالتوجيه والنصح، فإذا كان بإمكانك توجيه عامل الإنتاج بشكل ودي وتنبيهه إلى المشكلة قبل الإبلاغ دون أن يؤثر ذلك على أمانة العمل أو جودة المنتج، فده هيحقق المطلوب وبيراعي كل أو بيراعي الطرفين، هيراعي العمل
أمانة العمل والمراقبة عليه وأمانة الزمالة أو العلاقة الإنسانية في الزمالة. طيب أنا وجهت العامل ولم يصنع شيئا، هو ليه عند حضرتك توجيه واحد وتنبيه واحد وبعد ذلك تنبهه بأنك أنت هترفع الأمر إلى الجهة المنوطة بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا العامل أو غيره. يبقى أنا بنبه مرة واحدة، بعد كده حصل تجاوز يبقى لابد من رفع الأمر إلى أصحاب العمل، وما فيش مانع أنا من وقت التاني أوجه على جهة النصيحة وعشان أن أنت تجنبه بعض العقوبات وأنه يحذر في العمل بتاعه وأنه يراعي هذا العمل ويراعي أمانة هذا العمل، لكن ده مش هيبقى على طول، إنما نحدي التنبيه لمرة ربما هو ما خدش باله ربما حصل شيء، لكن بعد ذلك لابد من الإبلاغ عن ذلك من دون تلاعب أو إخفاء عشان ما تضيعش الأمانة اللي بين إيدين حضرتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات على الأمر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.